الكثيرون يشتكون في هذه الأيام من آلام أسفل الظهر وازدياد مشاكل الانزلاق الغضروفي بشكل أصبح مزعج. الأرض تلعب دور، الطرق اللي غير مسفلتة حتى الآن وعليها علامة استفهام تلعب دور، عربيات غير الجيدة اللي بدأت تنتشر في مصر من نوعيات غير مناسبة للجسم البشري تلعب دور. أبيض أسود أبيض؟ لا طبعا أبيض. يعني أبيض، يعني احنا عندنا ظروف كتيرة جدا هي اللي بتساعد على ان حدوث المشاكل في العمود الفقري، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق التركيبه بتاعت العمود الفقري. العمود الفقري ده دقيق جدا ومعقد جدا، يعني ربنا خلقه مجموعه فقرات، ومجموعه الفقرات دي يفصل ما بينهم زي المخده او الوساده او السوسته او المساعدين، بنقرب التشبيه كده، اللي هي علشان تحافظ على الحركه، يبقى الحركه اقدر اتحرك باليونه بدون الم، واقدر ما بقاش واقف ستيف، يعني يبقى في عندي مرونه جامده جدا. احنا بنشوف الناس اللي هي بتبقى ماشي، انت بتحرك ايديك ورجليك، وبمره حد يندى عليك تلاقيك لفيت في حته واطيه بتنزل، حته عاليه بتطلع، مطب في العربيه، كل الكلام ده كله. العمود الفقري التركيب الدقيق بتاعه ده هو ممكن حاجات كتيره جدا تبوظه، يعني زي ما حضرتك قلت، الوسائل المواصلات، طبيعه الطرق بتاعتنا، وطبيعه العمل، واهتمامنا بجسمنا، يعني الوزن الزياده مع الشغل الزياده مع التوطية كتير والشيل كتير. واحنا عندنا يعني للاسف الشديد ما بنقدرش نتحكم في طبيعه عملنا، يعني مثلا ست البيت اللي طول النهار واقفه هي ما بتريحش وما بتمارسش رياضه، فظهرها ضعيف، وفي نفس الوقت هي ما بتخرجش لان ما فيش وقت وما فيش ممارسه رياضه، الوزن بيزيد، فبقى وزن زياده مع حركه قليله، وطول النهار يا اما واقفه اما بتوطي او بتشتغل. فده بيستهلك العمود الفقري طبعا ابيض. السؤال القادم مهم جدا، كلما سارع المريض في علاج الانزلاق الغضروفي كلما تجنب التدخل الجراحي، ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا ابيض طبعا. ابيض طبعا، لان دايما احنا بنقول ان 80 الى 85% من الناس اللي عندهم انزلاق غضروفي بيتعالجوا بالعلاج، يعني اعمل اشعه تقفي غضروف كبير وضغط على العصب، والمريض جاي لي بالالام بتاعت الغضروف اللي هي كان بيشتكي بوجع في ظهره، بدا يسمع في فخده، بدا ينزل في رجله، بدا يعمل تنميل، بدا يعمل خدلان، بدا يعمل حرقان، كهربا في رجليه، ده ميه بتغلي او زيت بيغلي بيجري في رجليه، وممكن ياخد رجل واحده وممكن ياخد الرجلتين، يعني الالام كتيره. وجينا عملنا اشعه رنين لقينا غضروف في اوله، الله عليه، ده جميل قوي. نبدا بقى مرحله العلاج، ثم مرحله التاهيل بالعلاج الطبيعي والحزام، في خلال من شهر 6 شهور بيرجع للطبيعه بتاعته، يبقى انسان طبيعي جدا، وتعمل له اشعه تلاقي الغضروف اختفى تمام. على عكس بقى واحد زي اللي في الاشعه اللي عندنا ده، يعني ده من اسوء النماذج، يعني حضرتك تشوف كان عنده غضروف وسابه، التاريخ المرضي بتاعه بقى له كام سنه يا دكتور ايمن؟ 26 سنه. انا عارف ان انا عندي غضروف وعارف ان انا عندي غضروف، بس انا متعايش معاه. طب تعال نشوف نتيجه التعايش ده وصلنا لفين. وصلنا ان احنا بقينا على كرسي بعجل، خلاص بقى، وبدا يحصل ضمور في الاعصاب، وبدا يحصل سقوط في الرجلين في الناحيتين. عملنا اشعه الرنين، نبص نلاقي المنظر ده. احنا ربنا خلق لنا 5 فقرات بس في القطنيه، هو عنده ال5 فقرات كلهم ضاغطين وبايظين، ومعاهم بقى فقره كمان من الصدريه وفقره كمان من العجزيه، بقى 7 فقرات، يعني متخيل. وهنا بقى بدا يقرر، طب يلا عايزين نبدا نحل الموضوع وندور. الموضوع لما بيبقى في بدايته بيتحل زي ما اتفقنا دلوقتي، من 85 الى 90%، من 80 ل 85% امان جدا، ادي علاج شهرين ثلاثه يخف. لكن لما يبقى بالمنظر ده، اكله غضاريف خرجت، القناه العصبيه ضيقت، يحصل ضيق في القناه العصبيه واختناق على جذور الاعصاب، الالم اللي كان في الجنب اليمين بقى في اليمين والشمال، اللي كان ماسك في الظهر نزل في الرجلين وبيسمع، البول ما عادش بنتحكم فيه وبقى بيسبقنا او ما بنحسش بيه. طيب وبعدين نيجي في المرحله دي، دي المرحله اللي احنا بنتكلم فيها بقى. عندنا مشاكل، ومشاكل بقت متقدمه. اللي بيجي في الاول حتى لو قررنا عمليه في الاول بتبقى عمليه ابسط.